البداية من ملف الاحتفاء بثورة أكتوبر، حيث احتفلت قيادات الألوية العسكرية بالجيش الوطني في الضالع بالعيد 59 للثورة، وأوقدت قيادة اللواء 83 مدفعية شعلة الثورة في معسكر الصدرين، فيما أوقدت قيادة اللواء 5 قوات خاصة الشعلة بمقر اللوار في الجميمة بمحافظة الضالع. وتعهدت قيادات وضباط الألوية العسكرية بمواصلة النضال والكفاح الوطني ضد الانقلابيين وحماية البلاد من كل الأخطار التي تهدد أمنها وسيادتها ومكتسبات ثرواتها الوطنية، داعين إلى توحيد الجهود للانتصار للجمهورية. ثورة 14 من أكتوبر هي ثورة الوطن العربي بشكل عام ضد كل ضد كل الاجتياح الذي مر من الدول الأجنبية لاجتياح الوطن العربي. فكانت ثورة 14 من أكتوبر بداية شعلة تحرير الأقطار العربية، وهي رسالة لنا اليوم بأن نعيد الاصطفاف الوطني للوقوف صفا واحدا لإعادة مجد وتأريخ الأمة العربية ومجد وتأريخ اليمن ضد الاستبداد الكهنوتي وضد الاحتلال الأجنبي في كل أقطار الوطن العربي. من ناحيتها، احتفت قيادة لواء الحسم حرس حدود في محافظة الجوف بالذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر، ودعت قيادة اللواء إلى توحيد الصف الوطني من أجل حماية مكتسبات الثورات والوفاء لتضحيات الثوار ضد المحتل، مؤكدة أن ثورة أكتوبر رسخت قيم التحرر والاستقلال والانتصار للسيادة. وشهد الاحتفال بثورة 14 من أكتوبر عرضا عسكريا للدفع المتخرجة من الدورات التأهيلية. من جهته، قال قائد اللواء 117 العميد أحمد النقح إن اليمنيين مستمرون في نضالهم ضد الكهنوت الإمامي المستبد والاستعمار الخارجي. وأكد العميد النقح في تصريح بمناسبة الذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر إن الشعب اليمني لا يقبل أي دخيل يصادر هويته ومكتسباته. مناسبة عيد 14 أكتوبر نهنئ القيادة السياسية والعسكرية، كما نهنئ الشعب العظيم ونهنئ الجيش الوطني في جميع الميادين والجبهات. هذا اليوم الذي كان فيه ثورة المواطن أو الشعب اليمني ضد الاستعمار الخارجي، والشعب هذا لا يقبل أي دخيل سواء كان من الداخل أو من الخارج بمصادرة هويته أو العبث بأمن واستقرار هذا البلد. وهذا هو الشعب اليمني، يعني الأعياد تحيي لديه هذه الذكرى التي يستلهم منها وطنيته ويستلهم منها حريته ويستلهم منها ثباته على المبادئ التي من أجلها قامت هذه الثورة، ثورة 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. ولا زال الأحرار والأبطال على درب أولئك الذين سبقوهم في تحرير هذا الوطن حتى اليوم والغد وبعد غد. فأعيادنا هذه هي ماضينا ومستقبلنا وحاضرنا.